هاي، هنحكي اليوم عن مقاومة الأنسولين وكيف بتوصلنا لحالة ما قبل السكري، يعني البري دايابيتيك. ببساطة، مقاومة الأنسولين هي السبب الأساسي اللي بيخلي مستوى السكر بالدم يرتفع مع الوقت ويوصل لمرحلة ما قبل السكري. يعني إذا كنت بما قبل السكري أكيد عندك مقاومة أنسولين. المشكلة إنه مقاومة الأنسولين بتبلش سنين طويلة قبل ما يبلش يطلع سكر الدم الصايم. يعني ممكن يكون صار لك 5، 10، أو 15 سنة عم تتكون بجسمك وانت مش منتبه. لهيك اذا اعتمدنا بس على فحص السكر الدم الصايم ما رح تكتشف المشكلة بكير. الحل انه تعمل فحص الانسولين الصايم. ليش؟ لانه اذا الانسولين الصايم طالع حتى لو كان السكر بالدم طبيعي فهيدا بدل انه عندك مقاومة انسولين. واذا ما عالجت هالموضوع رح يتطور مع الوقت تيصير ما قبل السكري ومن بعد السكري نوع تاني. الخبر الحلو انه فيك تسيطر على الوضع من الاول. تغييرات بسيطة بالاكل وبنمط حياتك ممكن تحسن حساسية جسمك للانسولين وتمنع المشكلة من الاساس. فنصيحتي ما تعتمدوا بس على سكر الدم الصايم. بلشوا عملوا فحص الانسولين الصايم وخلوا صحتكم بامان. وهلأ طمنوني، عملتوا فحص الانسولين الصايم؟ بلشوا اليوم.